مؤسسه حياه كريمه طول الوقت بتقدم فعاليات مختلفه لخدمه اهالينا الاولى بالرعايه في محافظات مصر المختلفه، ومن ضمن المحافظات دي محافظه الاسماعيليه اللي قامت فيها المؤسسه بتنظيم فعاليه فرحه العيد لتجهيز 10 عرايس، بالاضافه لتسليم مساعدات تمكين اقتصادي وحالات طبيه. الحقيقه كان يعني في جو يسود البهجه وردود فعل ايجابيه من كافه المواطنين اللي حاضرين للفعاليه، وساعدنا بيهم ودايما ان شاء الله نكون قدر المستطاع على رضا كبير من المواطنين من اهالينا من محافظه الاسماعيليه. نبدا نعمل ابحاث عليهم في الاشد احتياجا، وبنعمل برنتي تاميني وصور بطايق، وبنعمل مره واثنين وثلاثه واتصالات لغايه ما بنشوف الاسره اللي اشد احتياجا اللي احنا عاوزين نجهزها. احنا النهارده متواجدين في فعاليه فرحه العيد المنوطه في تسليم اجهزه عرايس من جميع مراكز محافظة الإسماعيلية. فريقنا نزل الشوارع ودور على الأهالي الأكثر باستحقاقا، وهم اللي وصلونا ليهم، وهم كانوا السبب إن احنا نعمل فعاليتنا النهارده. ووسط حفل بيسودوا الفرحة والبهجة بين المواطنين، تم تسليم المستفيدين الأجهزة الكهربائية في مشهد بيبين قد إيه تحقيق حياة كريمة الأهداف. أكتر من حوالي 10 عرايس استلموا حاجتهم النهاردة، كان طبعا المنظر جميل جدا. وإن شاء الله في دي مش أول مرة، يعني دي أكتر من مرة عملنا الكلام ده، وفي لسه فعاليات كتيرة إن شاء الله جاية بإذن الله. وطبعا بمساعدة المتطوعين النهاردة وبجهدهم ومساعدة فريق بحث الحالات قدرنا إن احنا نوصل يعني للأكثر استحقاقا من القرى المختلفة هنا في الإسماعيلية. نشكر المبادرة التي ساعدت قامت بمساعدتنا مع زواج بنتي، فأنا لا أستطيع القيام بها، فنشكرها ونشكر على كل القائمين عليها إن شاء الله. يوم بعد يوم بيستفيد مواطنين جدد من خلال الخدمات المختلفة اللي بتقدمها مؤسسة حياة كريمة طول الوقت، اللي أصبح صداها بيشعر بيه كل مواطن محتاج للرعاية وتقديم كافة أوجه الدعم الاجتماعي والاقتصادي والتوعوي ليهم.